المباراة كانت بمثابة قمة الجولة الرابعة باعتبارها جمعت بين فريقين يتواجدان في كوكبة المقدمة. شباب قسنطينة دخل في صلب الموضوع مباشرة ولم يمهل شبيبة الثورة صاحب الأرض أكثر من 28 ثانية حين سدد بولمديز بقوة في غفلة من الحارس بوسوف ممضيا هدفا مبكرا أخلط حسابات النصر. تأخر الثورة في النتيجة جعلها تكثف من هجماتها وجاء تسديدة حمزاوي التي أبعدها سيديريك للركنية. حمزاوي حاول التوغل في منطقة الجزاء لكنه يعرقل غير أن الحكم بشاري اعتبرها تمويها من دون الإعلان عن شيء. وما لم يتوقعه شبيبة الثورة حدث في الدقيقة 31 حين عاد بولمديز ليدون اسمه كهداف للمباراة بعد خلل دفاعي وخروج غير موفق لبوسوف. بعدها اضطر المدرب مشيش لتغيير الحارس بوسوف بعدما لاقى صافرات الاستهجان من الجمهور ليعوض بلاوتي. وحاول بالجلال مع نهاية المرحلة الأولى بمخالفة لم تأتي بالجديد. المرحلة الثانية حاول خلالها الثورة ترتيب أوراقه والرد على الهدفين فجاءت رأسية مبارك التي لم تكن بالقوة اللازمة عند الدقيقة 50. وفي الدقيقة 69 طالب عناصر شبيبة الثورة بركلة جزاء بعد سقوط السائح في منطقة الخطر لكن الحكم بشاري كان له رأي آخر. مبارك يضيع مرة أخرى بتسديدة مرت عاليا. الشباب عاد للتهديد ولكن من كرة ثابتة نفذها بهلول اصطدمت بالقائم الأفقي عند الدقيقة 81. الضغط الهجومي الثوري تواصل ورأسية حمزاوي حولها الدفاع إلى ركنية. وقبل النهاية بأربع دقائق وفي هجوم مرتد البديل حنيني من جانب السنافر يستغل هفوة دفاعية ويضيف الهدف الثالث وسط دهشة لاعبي الثورة والجماهير العريضة التي لم تكن تنتظر هذه النتيجة. تلقينا هدف أول يعني من غلطة في وسط الدفاع وزاد حارس المرمى ولكن هذه كرة القدم كما نقول المقابلة. بعد زدنا تلقينا هدف من نفس الغلطة تاع وسط الميدان وسط الدفاع تاعنا. وبعد ذلك يعني في الشوط الثاني درنا بعض التصحيحات والله هذاك وقدرنا احنا نلعبوا والخصم قاعد يعني كانت عنده لعب يعني بكل فعاليه وواقعيه وقدر يسجل يعني ثلث اهداف واحنا جاونا بعض الفرص يعني اللي كانت سانحه للتسجيل وما سجلناهمش يعني. كنا الاحق للظفر بالنقاط الثلاث وفزنا بها لاننا بدانا المباراه بقوه والهدف الاول حررنا بعدها حاولنا الصمود. صحيح ان شبيبه الثوره لم تكن محظوظه لاننا في ثالث هجمه فقط امضينا الهدف الثاني وبعدها اصبحت مهمه الدفاع سهله بالنسبه الينا. لقد عرفنا كيف نسير المباراه ولعبنا بشكل جيد لاننا اردنا الفوز بالمواجهه ونجحنا في ذلك. وفي هذه المباراه